السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة مباشرة مع حصاد 24 لنستعرض فيها آخر الأخبار أو تعليق على آخر الأخبار والمستجدات الوطنية والعربية مع ضيفنا عبر تقنية سكايب من تونس السيد سليم الحكيمي الكاتب الصحفي. سليم أهلا وسهلا بك. تحية لكم، مرحبا بكم وللسادة المشاهدين. مرحبا سليم، خلينا بداية 130 يوم طوفان الأقصى، نمشي مع هذا الفاصل الإنشادي مع وائل بسيوني وراجعين مع ضيفنا السيد سليم الحكيمي الكاتب الصحفي من تونس. يلا راجعين. السلام عليكم من جديد ومرحبا بكل من التحق بنا الآن في المباشر. نذكر أن ضيفنا في المباشر اليوم السيد سليم الحكيمي الكاتب الصحفي. اليوم حصة وحلقة 13 من فيفري، اليوم 13 فيفري يحتفل باليوم العالمي للإذاعة، كل عام يحتفلوا به. أعلنته اليونسكو في عام 2011 يوم عالمي للإذاعة، بعد أن اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة رسمياً بيوجب قرارها مؤرخ في 14 جانفي 2013، اليوم العالمي للإذاعة. بالمناسبة هذه تحية صادقة لكل الزملاء الصحفيين والإعلاميين في كل الإذاعات الوطنية والجهوية والإذاعات الجمعيتية ولكل الزملاء والسادة التقنيين، وإن شاء الله تكون الكلمة الهادفة والكلمة الصادقة صنوانهم وتستمر معهم أينما كانوا. التحية هذه تمنيناه، وللأسف الشديد تعرفوا اليوم مش مر لكم مقطع إحدى البرامج في إذاعة يفهم كرونيكور قار، لأنه هو البرامج إذاعي أغلب الظن يكون مباشر، قد تقع ساعات بعض التجاوزات في البرامج المباشرة، لكن عندما يتكرر الأمر وعندما يكون من قبلي ومأتاه كرونيكور قار في الإذاعة، تكلمنا أكثر من مرة في هذا البرنامج وهذا هدفنا إن شاء الله، مش نعطوا في الدروس، ولكن قلنا راهو تونس لم تعد تحتمل لا خطابات الكراهية ولا العنف الرمزي ولا البذاءة في البرامج. نسمع مباشرة جزء من مقطع هو الحلقة البارحة هذه في FM، إحدى برامج في FM. اليوم تم رفعه حقيقة أو تم تعديل الفيديو، لكن خذينا التسجيل وفرصة باش تسمع نقابة الصحفيين ولجنة أخلاقية المهنة وسادة ساتذة مع الصحافة، عندهم درس شاهد لما لا يجب أن يكون، خصوصا ونحن نحتفل باليوم العالمي للإذاعة. نسمع المقطع وراجعين على الكلمة السيد سليم الحكيمي. يلا. ما يعني اولا مستحيل فما قاضي في الدنيا يقبل القضيه على المرجو. ماني قلت لك سفيه وفاقد المصداقيه، راه يشكي بيك تنجم تكافحوا.
يا ودي نيرن يا ودي هذاك عبد يا ما مسكين يا ودي انت واخذه بجديه جيب لنا في كلامك قسما بالله لا يسوى شيء من شيء. شوف اذا كان الغراب اسود ما اذا كان الغراب الدليل قوما يمر بهم حشاك على جيف الكلاب هو يعني من واحد تفهم برشا ما برشا مالك يشبهوا له هو مطرطرين في دماغه تو سبقوا له في هذا بعثوش الوزارات لا وباش راك تغنوش الوبش الكبير الكذاب السفيه اعطانا اللي كتب مقاله ابو يعرف الفرسوق ومنذ عملوا الكتاب الاسود والبلاد هذه ماشيه في السواد ولذا سميت العشريه هذه بالعشريه السوداء نسبه الى الوجه الاسود الشرير العفن السافل المنحط عليه لعنة عليه لعنات كل الآلهة في كل الأرض منذ خلق منذ بدأت الآلهة إن شاء الله. ما يقلقكش أنه مثلا باش يعمل قائمة هذية وقال تحية لبعض القرى ربي يحطني أنا في قائمة بتاع باش نقول أنا هذيك فما قائمة حب يعملها قال لك قائمة نستنوا فيهم من تالي جولة من قدام جولة من تالي نستنوا فيهم من قدام جو من تالي نين اللي جيتهم من تالي نين من الناس اللي جيتهم من تالي. هذا جزء من مقطع وجودنا في حلقة البارح في إحدى برامج إذاعة يافان مع العلم احترام المشاهدين حتى نكون واضحين تعمدنا تحوير الفيديو خصوصا في الثواني الأخيرة احتراما للذوق العام وللمشاهدين لأنه صاحب كلام حسن بن عثمان حركة لا أخلاقية مش نكون واضحين. هذا في اليوم من ربما كنت أتجاوز شخصيا لو لم يكن اليوم الوطن الإذاعة ولم يكن الشخص هو كرونيكور قار. سيسليم لك الكلمة. يعني شاهدت أن الفيديو كغيري من التونسيين يعني عيب من عيب أهل العيب ليس عيب المرء يعرف في الأمين بفعله وخصال المرء الكريم كأصله ولذلك أنتم الآن حذفتم هذه اللقطة ولكن كم عالم متفضل قد سبه من لا يساوي غزة الكنعانية. يعني الثقافة الشعبية كانت كل للنص تحير معها يعني حقيقة ثقافة تطيح القدر هذه كلما ظهر هذا الشخص يظهر لهذه المهمة يعني إذا أتوا به أول شيء يعني هو الناس تضحك قبل أن يتكلم وعندما تضحك الناس يضحك الناس قبل أن يتكلم يعني أنك إزاء مهرج في الحقيقة الذين ذهبوا إلى السيرك في السبعينات والثمانينات من التلاميذ أو الذين يحضرون إلى السيرك يضحكون قبل أن ينبس المهرج بأية كلمة كل مرة يأتون فيه بأكاديمي أو مفكر أو باحث أو مثقف أو سياسي أو مناظر يأتون معه بهذا الشخص لتبديل كل شيء لأنه يمثل هذا التصرف الذي تقريباً يدمر كل شيء ويلذل كل قيم لذلك هي هذه مهمته يتقدم للناس كرواية في حين أنه كاتب في الوسط ويتحدث عن الحق راعب في أساس كاتب مستقل في حين التجمع يعني أساس ثقافية عموما الناقص دائما نفسيا يكمل نفسه بإذاء آخرين حتى في القضية الفلسطينية قال إيش دخلنا في فلسطين يعني فلسطين هذه الجريحة. على كل حال رغم الفقر لست كفاءك حتى نكرهك كما قال تبين وفي عداء الوضيع ما يضعه يعني عمر بن الخطاب الخليفة عمر بن الخطاب عندما قابل شخصا يلجلج في الكلام قال سبحان من خلق هذا وخلق عمرو بن العاص وأهم ويعني لماذا؟ لأن عمرو بن العاص هو صاحب القول الشهيرة إن سقوط ألف من علية القوم لا أخف ضررا من ارتفاع واحد عندما يرتفع واحد من السفر فإنه يرذل الجميع في حين أن لا قيمة له ولا تأثير له عندما يتحدث عن الغنوشي ويتحدث عن المرزوقي أول شيء الغنوشي هذا في سن والدي وهذا الشخص الذي يتكلم أمامكم يعني تقريبا هو جاوز 60 فالأصل أن يكون جدا يعني هو الآن هو مصدر القيمة ومصدر الصلح ومصدر التهذئة ومصدر التربية والأخلاق إذا به يتحول هذا السن إلى سن المجون الحقيقي الذي يطال الجميع ويدوس الجميع على كل حال يعني أنا أعتقد أني أمضيت في التعبير عنه أكثر من يستحق سليم ولكن ليس بشيء كما قال يحيى بن معين عندما سئل عن أحد الفقهاء المبتدئين
والمتسلطين قال أنه ليس بشيء، لا يساوي شيئا، ولذلك هو هذه مهمته في هذا العصر، عصر السقوط والتراجع، التراجع الشعبوي كله يعني تنمو هذه الفطريات. نعم. والآن مهمته تقريبا سيكلف بمهمة إلى حتى إلى أجل غير معلوم. أنا شخصيا لا أنتقد حسين بن عثمان، ما عرفناه غير هذا الحقيقة، ولكن أنا منذ البداية عندما ذكرت إن حسن بن عثمان هو كرونيكور قار في البرنامج، ولمن شاهد حتى الحلقة باش تقضوش، هذا صحافي وعنده لجنة أخلاقيات المهنة تتبع فيه وتحمل سويته كاملة فيه، أنه راه كرونيكور قار مش مجرد زل الضيف. ودكتور مرزوق استضفناه احنا هنا وعبر سكايب وانتقدناه، أما أن ينتقد بالتنمر وبتلك الأوصاف حتى عنصرية، دعم عنك لو كان مش مرزوق لهنا ولا غنوش الموصوف في الوضعية هذه. وشخصي حتى نغلق هذا الموضوع، ما تصورش إذا كان نشاط المرزوقي الآن مزعج للسلطة، لا أتصور أن ردا كهذا سيشفي غليل السلطة، بالعكس وسيضعف المرزوق. هذا رأيي الخاص. فيما يخص المرزوقي، تجديد الإيقاف الدكتور الغنوشي، تجديد الإيقاف التحفظي، هنا نفتح قوس راه ثم فرق قانونيا بين القول تجديد الإيقاف التحفظي وبين تمديد الاحتفاظ. الاحتفاظ عندما يكون أول مرة، نشوفوا هذا الزملاء الصحفيين وبعض الصفحات وحتى الإذاعات، راه ما وقع الغنوشي اليوم تجديد الإيقاف التحفظي مش تمديد احتفاظ، هو 6-4 وماشي في الأربعة الأخرين. تجديد الإيقاف التحفظي في حق الأستاذ رشد الغنوشي في القضية المنشورة أمام قاضي التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية، وهي القضية التي تعود أطوارها إلى تدخله في المسامرة الرمضانية التي أقيمت في آخر رمضان الماضي في ندوة لجبهة الخلاص الوطني في المسامرة الرمضانية. وقتها الأستاذ غنوشي قال: تونس بدون يسار وبدون نهضة وبدون ساترة وأطياف المجتمع هي مشروع حرب أهلية. قبل أن أحيل الكلمة سيسليم، نذكر أنه ذكرنا البارحة نحن نعيدها، عندنا تقريبا 16 عددنا مع السادة المحامين، عددنا 16 قضية في التآمر على أمن الدولة، 16 قضية في التآمر على أمن الدولة إلى حد الآن. كل هذه القضايا تقريبا انحصرت فاش في أعمال التحقيق وإصدار بطاقات الإيداع إلى حد الساعة هذه، نعطي في معلومة الآن مش في رأي، انحصرت في إصدار بطاقات الإيداع تمديد الإيقاف، تمديد الإيقاف التحفظي، ولا حد الآن لم نسمع، نتمنى من ذلك لا سمعنا نتائج اختبارات أو إدانة. لنسأل فقط ماذا ينتظر قاضي التحقيق بعد 10 أشهر الآن على الأقل في الغنوشي، وهل حبسه ضروري؟ سريعا سي سليم أعطي الكلمة وبعدين نعدد قضايا مرة أخرى. ذكر السادة المشاهدين بمجمل قضايا التآمر عام الدولة كما قلت عددناها مع السادة المحامين 16 قضية الآن، لك الكلمة فيما يتعلق بالسادة رشد الغنوشي سيد سليم إذا كان متعلق. يعني شوف، في تونس منذ دولة ما بعد الاستعمار يعني لا يوجد تآمر على أمن الدولة، يوجد تآمر إذا كان وجد هو تآمر على النظام الحاكم، النظام السلطوي، لا توجد الدولة هذه. يعني في عهد بن علي كل القضايا أمن الدولة هي تتبين أنها قضايا ضد أمن عائلة بن علي وضد أمن ليلى وبورقيبة ووسيلة، لا يوجد قضية ضد أمن الدولة، لأن الدولة العربية الحقيقة لم توجد، لأن الدولة لها شروط وقانون وتكون دولة قانونية. يمكن تآمر على أمن السلطة، ولكن هذه التآمر فعلا يقتضي المشاركة. الكثير من المحامين الذين بشروا الملفات يتحدثون أن هناك شراكة في الجريمة، يجب على تآمر مع من؟ تآمر مع دول أجنبية، والمحامون طلبوا حضور سفراء الدول الأجنبية ليشهدوا ذلك، يعني تقع المكافحة هذه القانونية حتى يتأكد فعل المشاركة. أنا أعتقد أن هذه عملية حجز آلي وظرفي حتى يعدل النظام أمره قبل الانتخابات القادمة 2024، إن قرر فعلها
ثم يتجاوز ذلك إلى مرحلة التصرف معهم بالإقامة الجبرية، لأن حقيقة الآن الملفات الموجودة لا تسمح لقاضي محترم بأن يمدد لهؤلاء الناس أكثر من يعني سنة و شهرين، سنة وشهرين. نعم، حسب الفصول القانونية. يعني كيف يتأملون؟ فصل فيها الجميع، ولا أريد أن أرهق السامع مرة أخرى. نعم. بهذا التفصيل الذي أطلب فيه المحامون. نعم، فقط نذكر أنه هذا نعدد للسادة المشاهدين أنواع أسماء القضايا، قضايا التآمر على أمن الدولة. قضية الجلسة العام مجلس النواب الشعب واحد، قضية اثنين خيام التركي وزملائه الآن المحالين الستة ما زالوا لديكم، ثمانية ثمن زوز شيمة وسيد العكرمي في حال صراحة لكم النعون من الفضاء العام، وستة اللي هما غازي الشواشي، أستاذ غازي الشواشي، أستاذ رضا بالحاج، السيد عصام الشابي، جوهر بن مبارك، وخيام التركي، والشخص السادس نسيته ثم السادس معاهم اللي هو وعبد الحميد الجلاسي، اللي هما هذوما في قضية تأمين عام الدولة. ثلاثة ملف المنيه اللي متهم فيها أستاذ ردود بحيري وحده في قضية تأمين عام الدولة، وحده تأمر هو والأنا والأنا الآخر، وربما هو والهو والآخر وحده. التآمر رشل غنوشي ملف مسامرة في جبل خلاص حكوا عليها، قضية ريان الحمزاوي يوسف الشاهد علي عريب رئيس حركة النهضة رشل غنوشي ومسؤولين أمنيين سابقين وكذلك مدير الديوان الرئاسي نادي عكاشة السابقة. القضية السادسة ملف مي القصوري وفضل عبد الكافي وحكيم حمودة منشورة لدى المحكمة العسكرية وربما غدوة مع أستاذ بشير الشابي سنفصل فيها لأنه فيها تطورات جديدة. سبعة أنستالينجو منشورة حالية أمام محكمة التعقيب. ثامنة القضية التأمر عام الدولة، كلها قضايا التأمر عام الدولة، ملف أعضاء مكتب الجهوي لحركة النهضة بباجة ومدير مكتب الإعلام رئيس حركة النهضة. التاسعة ملف رشد الخياري المحكمة العسكرية وقع الحكم فيه. عاشرة ملف شيمة عيسى أمام القضاء العسكري. 11 ملف بروفيسور منذر ونيسي. 11 هذيك كذلك ملف مهدي بن غربية وملف التآمر الأخير الذي شمل نتنياهو ونور الدين البحيري في بحث عدد فرقة مقاومة الإجرام، كذلك ملف القاصرين. هذوما قرابة 15 تقريبا، قرابة 15 قضية. الخبر الموالي، تعرف سيد سليم بعد بطاقة إيداع صدرت في حق المدير العام الكاتب العام الجهوي اتحاد الجهوي للشغل بالقاصرين، الشعب نيوز في اجتماع المكتب التنفيذي الموسع متابع للأوضاع الوطنية والنقابية وتقييم الاستعدادات للتجمع في مارس القادم، مكتب تنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل انعقد صباح اليوم 13 فيفري، مكتب تنفيذي الموسع، وذلك برئاسة الأخ نوري الطبوب الأمين العام، والذي تقدم بكلمة افتتاحية عبر من خلالها على دعم المنظمة النقابية للأخ السنكي لسودي الكاتب العام لاتحاد الجهوي للشغل بالقاصرين الذي ما يزال رهن القهف. وقد أفاد الأمين العام بأنه وتبعا لمشاوراته مع فريق المحامين مدافع عن الأخ السنكي قال إن لائحة التهم لم تخرج عن السياقات السابقة التي تقودها الوشايات والتهم الكيدية على شاكلة الاتهامات التي طالت العوادي الكاتب العام الجهوي الصفاقس وعبد الحميد الشريف وأنيس الكعبي ومن وضعي قطاعات النقل. ما الذي يحصل تحت الشغل سيد سليم الحكيمي؟ الذي يحصل في اتحاد الشغل هو ينطبق عليه قول زمخشري الذي قال من طلب العز بباطل أورثه الله ذلا بحق، من طلب العز بباطل أورثه الله ذلا بحق. يعني عندما تكلم بعض النقابيين والتبوب تقريبا مرة تحدث عن سجناء المرنقية، احتج هذا المكتب التنفيذي احتج عن الحديث عن سجناء المرنقية، أليس هذا صحيحا؟ كيف يقول التبوب هذا الكلام؟ واحتج عليه من داخله حركة الشعب الناصرية القومية والوطد والمكونات اليسارية العلمانية داخل المكتب التنفيذي. اليوم تحولوا هم أنفسهم إلى ملف حقوق، يعني الاتحاد أكبر قوة في البلاد اللي المعاركية اللي ما فيها 100 ساعة هاكو تحولوا ملف حقوقي، معناها دائما يعني شوف. لذلك يبدو أن يكون هنالك ميزان واحد في التعامل مع الأشياء، الحق هو الحق والباطل هو الباطل، وعندما يكون هنالك انتهاك للحريات للنقابي أو السياسي أو حتى اعتداء على رموز الدولة من رئيس الدولة إلى الوزراء أو غيرهم، هذا يجب أن نجبه ونتعامل في السياسة بمعارك نظيفة وبالوسائل النظيفة. ولكن الاتحاد بالنسبة يعني فصل شيئا، الاتحاد هذا تعود بازدواجية الخطاب وازدواجية المعايير حتى طالته هذه الازدواجية. يعني في عهد الباجي قايد السبسي تعرفون ماذا فعل بالثورة، هو الذي أطاح بالثورة، هو مع الأعلام، هو يد فرنسا
والانقلاب هذا الذي وقع هو انقلاب فرنسي صريح والاتحاد هو الذي أصدر 6 بيانات متتالية، ثم بدأ يتحدث عن ما يعني شنو طبيعة الانقلاب، لأنه كان يتصور أنه سيقتسم الدولة والحكم هذه المرحلة مع رئيس قيس سعيد بالسوية كما كان يفعلها مع بوتيبة سابقا بعد مؤتمر صفاقس، ثم مع بن علي وهي أوج الاقتسام الفج الذي جعل الدولة الحديقة الخلفية هي الاتحاد العام التونسي للشغل. وتعرفون ماذا فعل شركات المناولة في عهد بن علي عمار العباسي وغيرهم كاتب العام الاتحاد الجهوي، شركات مناولة كانت تاخذ في 1500 دينار و1600 دينار من عند فوسفات قرصة وتعطي للخدامة شركات المناولة 5600. يعني الذي صاحب شركة المناولة أصبح مليونير تقريبا في بعض السنوات، والشعب عندما ثار لم يثر على نظام بن علي، والنظام بن علي وكل الأجهزة وكل والتجمع والنقابة كانت جزء من نظام بن علي، جزء أصيل، ومواقفها ومواقف عبد السلام الجراد أثناء الثورة وكل أدبياتها وجريدة الشعب تبين ذلك، أن هذا الاتحاد اقتسم السلطة وكان يعبر عن السلطة، حتى أن رئيس الاتحاد كان يسمى تقريبا وزير الشغل. ثم بعد ذلك جعلوا هذه الدولة مجموعة من المراتع، حتى أن رئيس الدولة المرة فاتت عندما تحدث على 1500 شخص في 4 ديسمبر، ذكرتم هذا أستاذ حسين نعم. في برامجكم، عندما التقى معهم يتحدث عن 1500 شخص موجود في النقابة، هو كان يقصد بها تونس الجوية. هذه المراتع الرئيس المدير العام السابق يعني التبوبي نفسه يهز التليفون وكلم الوزير متاع الاتصالات وقتها، وزير النقل وقتها، وقال له بالله ما تغيرناش في الرئيس المدير العام. تصور أن هذه النقابة يعني رئيسها يدافع عن رئيس مدير عام وليس عن الشغالين. لا يكفي أنها صارت مرتع لهم، بل هذا الأمر طال التزوير داخلها. يعني ما يكفيش ناس داخلة بشيء مزورة، ما يكفيش ناس داخلة سير شارج على هذه المؤسسة وغيرها من المؤسسات، خاصة تونس الجوية وتونسير والنقل نعم. هذه لكن إذا كانت نعم يا حسين نعم سأعيد لك الكلمة فقط نعم حتى تسمع. بغض النظر ربما تكون هناك تجاوزات شبهات فساد كبيرة ربما في اتحاد الشغل، لكن ما يحصل الآن لاتحاد الشغل يعني التجاوزات السابقة، نحن لا نناقش مسألة محاربة الفساد إن كانت صحيحة، ولكن ما يتعرض إليه الاتحاد العام التونسي للشغل الآن كثيرون يقولون هو جزء مما يتعرض له المجتمع والأحزاب السياسية والمعارضة من محاكمات سياسية، وآخرها خير دليل على ذلك تدوينة للسيد سامي الطاهري المكلف بالإعلام في الاتحاد العام التونسي للشغل، هاي تدوينة على الفيسبوك أخيرة يقول إن الصمت على الانتهاكات جريمة وتواطؤ، يقول إن استمرار الحبس الظالم للأخ أنيس الكعبي منذ سنة وبضعة أيام دون محاكمة، العزل التعسفي الأخ ناصر بن عمارة كاتب العام النقابة الأساسية وعضو الجامعة الثقافة، توقيف لمحاكمة، الوضع على الذمة بفعل لوثة الكرسي والثأر والتشفي الأخ نبيل هواشي هو الكاتب العام الأساسي النقابة التعليمية الأساسي تعرفه، لكن نحول التفرغ النقابي ورجع للكتاب لمتاعه نحفظه، الهرسلة والتشويه المحاصرة الأمنية التي تلحق الأخ الصنكي ليس كاتب العام في حد الجهة للشغل، هل أكثر من ذلك انتهاكا للحق النقابي؟ يتساءل السيد سامي الطاهري. كلمة سيسليم. يعني أنت تحبني نجاوبك على الكلام اللي كان يقول فيه السيد سامي الطاهري. باهي مرحبا بك. شبيك ما تظهرت سي سامي الطاهري وعملتش مظاهرة؟ كي السياسيين مظلومين وجبهة الخلاص الحقيقية مظلومة. التظاهرات تواصلت أشهر وبالآلاف المؤلفة، وجاء الناس حتى من الجهات، وحتى عندما اعترضهم الأمن في الطريق وعطل مسارهم وصلوا واحتجوا وأبلغوا صوتهم. نساء، ثم ناس جت من دوز وجت من دوزر من توزر لتبين أن هذا المسار السياسي طاطا وأن جبهة الخلاص ورموز جبهة الخلاص مظلومة. لماذا لا يتظاهر الاتحاد ويقول أن رموز الاتحاد مظلومين؟ تعرفش علاش؟ لأن ملفاته حقيقية، ملفات فساد حقيقية، يعني مش ملفات السياسيين، هذه الأمن الدولة هذه المدبرة فقط للتحييد السياسي، ونتصور النظام ما نجمش يواصل فيها برشا، لأنه أنا أعتبرها تحييد سياسي قبل حتى يرسخ النظام أركانها ترحيد مرحلة، لأنها لا ترتقي إلى مستوى هذا التآمر الذي يقتضي العقوبة. ولذلك الاتحاد الآن لا يتحرك. ولماذا لا يتحرك؟ أنت قلت أكبر قوة في البلاد،
يعني تحركت اصغر قوه في البلاد، والناس اللي قلتوا ارهابيين اللي تحركوا اللي سميتوهم ارهابيين، اللي واصلين للحكم بالانتخابات سميتوهم ارهابيين، واللي وصلوا للسلطه بالعسكر وبالدبابات سميتوهم منتخبين، واصدرت فيهم البيانات، واصدرت فيهم في كل شيء، اصدرت فيهم كل بيانات الشرعيه من حقهم، من مرسي من السيسي في مصر الى بشار الاسد الذي ورث الدوله عن ابيه 40 عام، كل هؤلاء الذين وصفوهم بالرؤساء الشرعيين، والذين وصلوا الى صناديق الاختراع، وصل الحكم بصناديق الاختراع، يعني الابناء الشرعيين للحكم حسب مبدا التناوب السياسي الذي جاءت به الحداثه السياسيه، وهم يتحدثون عن الحداثه وهم الذين يوصفون بالارهابيين. شوف يعني هنالك شخصيات في المكتب العام، في المكتب التنفيذي الاتحادي، يعرف نور الدين الطبوبي انهم مورطون، يعرف انه ثم شكون كان موظف عامل في معمل بطري ولا عنده 25 مفتاح 25 عقار، وتعرف رئاسه الجمهوريه وتعرف الدوله كل واحد شنو اللي عنده بالضبط وكيف كان امره قبل ان يتولى المنصب في الاتحاد العام التونسي للشغل، وكيف صار منصبه بعد ان تولى المنصب في المكتب التنفيذي. يعني هو هذا الكل يدافع عن المكتب التنفيذي وسكر مؤتمر طبقه، هذا الكل لصالح الشعب. عندما الشعب اللي كان يهرس فيه بن علي ويفشخ فيه، وكانوا الترابلسيه يدوسون عليه، وين هم كانوا هم في الحديقه الخلفيه يتسربين. العمل النقابي بالنسبه لنا كان سوجي تابو، لانه السلطه كانت بينهم وبينهم، اسمح لي استاذ حسين خليني افسر للساده المشاهدين، كانت عمليه صفقه صامته، انا نخلي لكم الدوله نقتسموها مع بعضنا، وانتم تتصرفوا معايا بطريقه ما تكلمونيش على قضيه الانتخابات الرئاسيه. يعني تقريبا عمليه قاعده في سرح خالتي، هو تعرف قصه سرح خالتي ولا هي جابته باش يقولها باش يسرح لها، هي تقول ولد خالتي باش يسرح لي بلاش، ويقول خالتي باش تغنيني، وقعدوا هكاك حبوا هكاك، هي الدوله طريقه التعامل بها بقضيه سرح خالتي، ولكن هم وافقوا عليها لانها مع شنو المستوى اللي عندها. يعني شوف ما يؤلمني انا، انه اليوم ناس طلب عنا الدكاتره وشهاد وعامله ماستر وشباب يطير بالبلاد تيران، يعني اللي بشهاد وما يخدمش بتاتا، ويكون يقرا في التاريخ والجغرافيا يولي فلاح يزرع في الزيتون ويولي مناصب، وشفنا طفله تخلف في المرمى، واللي ما عنده حتى شهاده ياخذ ارقى المناصب وباجور خياليه ويرتقي في السلم الوظيفي قبل صاحب الشهاده. هذه دولة العدل التي يريد أن يرسيها الاتحاد. هذه نقطة. النقطة الثانية أريد أن أقول لك، نحن لم نتجاوز مرحلة الاستبداد إلى مرحلة الديمقراطية، مرحلة الانتقال الديمقراطي. أنا باش نعطيك اسم كتاب وطلع في فرنسا اللي فيها الديمقراطية والشفافية والديمقراطية البرلمانية العريقة، كتاب ظهر عنوانه سانديكا كوربسيون ديريف تريزيون بور لي سانديكا، هذا عملوه زوج صحفيين روجي لاجدات وعملوا جون لوك تولي، يحكوا فيه على انه القوانين النقابيه في فرنسا وقت واقفه من 1884 ما وقعش فيها التحوير، استغلته مجموعه من النقابات وتحدثوا في ذلك. نعم. على الوظائف الوهميه، هذا بحث استقصائي قاموا به زوج صحفيين، يعني اعمال وهميه، وظائف وهميه، اقتطاع من الاجور، وهذه كلها ممارسات متناقضه كليا مع روح العمل النقابي واخلاقه. ما علاقة الاتحاد بالنظام النقابي؟ لا علاقة له بالنظام النقابي، هو لا عنده علاقة واحدة إلا بالالتزام، ولذلك اليوم لا. ولكن الاتحاد محمول عليه مدافع عن منظوري، ثم إضرابات، ثم مطالبة بتحسين وضعيتهم وأجورهم، هذا واقع الآن بغض النظر عن انتقاداته. ولكن هل تعتبر الاتحاد الآن رغم دعمه ما يسميها لحظة 25 جويلية، الآن السلطة السياسية على رأس سيد سعيد أنه عرف أن يضرب في النقطة الحساسة عندما صار ربما قرار الاتحاد مرهون بملفات الفساد التي تحدث عنها السلطة أخيرها في المشية عند ذهابه إلى معمل حلفاء في القصرين؟ شوف إذا كان رئيس الدولة تحسب له شيء، يعني ثم أشياء، يعني أنا مانيش إنسان عدمي ولا أقول هذا كلام لأني خاف. نعم. إذا كان رئيس الدولة يحسب له شيء في أن له كانت له الجرأة والشجاعة بأن يكسر هذا الطابو، هذا المقدس الوهمي، هذا يعني هذا يعني انتم شابه يعني نعم وصلوا، سامحني سي حسين، وصلوا وجعلوه مقدس الكلهم بما فيهم حركه النهضه الاولى، تتحمل المسؤوليه الاولى في جعل هذا الاتحاد مقدس، وهذه الكلمه التي انقطها الاتحاد كان منظمه وطنيه لاعبه دور في الاستقلال حافظين على المحفوظات، الكلهم
السياسيين الكل هذا تدل على عقم سياسي للنخبة. هو منظمة يجب أن تخضع للقانون. الذين يتحدثون عن فصل الدين عن الدولة وفصل الدين عن السياسة، لا أحد فيهم تحدث عن فصل النقابي عن السياسي، لا أحد فيهم تحدث عن فصل العسكري عن السياسي في الحكم في الدول الأشرقية هذه التي الآن ما زال فيها حذاء العسكر. ثم هؤلاء النقابيين، يعني شنو هذوما؟ يعني إذا كان فرنسا هذه الديمقراطية فيها هذا الاستقصاء الذي بين أن هنالك خراب حقيقي في النقابات، طال حتى رؤساء النقابات الأساسية في فرنسا منهم ذا زوجته فقبام، المحاباة للنيبوتيزم، هذه المحاباة تحسبها أنت كلمة شوية، هذه المحاباة هذه راهي دمرت بلداننا ودمرت الكفاءات، دمرت أهم معادة في الرقي الحضاري هي معادلة الكفاءة والأمانة. راهي المحاباة هي وصلتنا لهزيمة 67. وقت اللي تجيب أنت واحد في ساعة ترقيه من مجرد منازم ترد أمير وبعد ترد لواء وبعد ترد فريق وتعطيه قيادة جيش في 67، شفتوا النتيجة شنو؟ هاو كغزة اليوم تعاني في نتيجة هذه المحاباة العسكرية. كذلك المحاباة النقابية التي تقع في تونس، هذه الناس التي تدير في المؤسسات. شوف الياباني عندما تناقشوا معنا على طبيعة التكوين بتاعنا، قالوا يا أخي أنتم أذكى منا. لا، قالوا ماناش أذكى منكم، نحن رانا على 9 أذكياء، على 9 متوسطين الذكاء، وعندنا 1 9 متوسطين وواحد أذكي. لكن احنا 9 المتوسطين نحطوا عليهم 1 أذكي، أنتم 9 الأذكياء تحط عليهم 1 من جماعة النقابة الاتحاد العام التونسي للشغل بهذا المستوى الضحل. وهذا ماذا ينتج؟ هذا ينتج دولة تتظاهر بأنها تعطي للموظفين أجورا، وعمال وموظفين يتظاهرون بالعمل. وكل ما يقع الآن في تونس هو التظاهر بالعمل في داخل الدولة. يعني أنا باش نعطيك مثال، أنا أعطيك مثال فاقع للتونسيين. نعم. اليوم الشركات الموجودة في تونس 3 شركات في قضية الإنترنت، موجودة شركة أورانج، وموجودة أوريدو، وموجودة الشركة الحكومية. الشركة جزء من الحكومة، نعم، تيليكوم، 7500 موظف. الأخرى عندها 2500 موظف، خدماتها خير من 7500. الأخرين يشيحوا لك ريخ. أنا واحد من الناس استعملتها وقصيتها وعاودت قدمت بها مشكية وجبت واحدة أخرى، لأن كيف الناس الكل، لأني اكتويت بناريا ووقفت على هذا الأمر يعني بجدية ولمسته ملامسة. وقص على ذلك استام سيد نور الدين الطبوبي، سمعتوش نهار يحكي على الواجب دون الحق، على الحق على التلازم، الحق والواجب في العمل النقابي. استام ما يفهم معايير، وما يحكي يقول لك العامل يجب أن يتلقى أجره وفق المعايير الدولية، ونسي أن العامل يجب أن يعمل وفق المعايير الدولية. معناها شركة الشحن والرصيف هذه يتبدأ في المعايير الدولية تعبي بطه في 3 أيام، ويلقى سيد طبوبي بطه تعبى كان في 10 أيام، مع من خطايا تأخير على الدولة، يجب أن يشنع بذلك حتى ينال احترام الدولة واحترام الناس واحترام النقابة. نعم. واحترام النقابيين أيضا، ولكنه هو يدافع عن النقابة ظالمة أو مظلومة. هذا هو مفهوم النقابي عنده، مفهوم النقابي أني أنا ندافع عن نقابي، وهذه لكن سيد سليم العقلية سردت في جميع على وجهة على وجهة تحليكم في الأمن. الحقيقة بخصوص الستان هذه نتاع الشحن ما عندناش عليها تفاصيل، حتى نحن إزاء رأي وليس معطيات، لكن أنا تخشى يقولك لو كانت السلطة اليوم جادة في محاربة الفساد هي تقوم بأم الفساد، الفساد القانوني وغيره، وبالتالي عنوان محاربة الفساد اتحاد الشغل هو مجرد ربما عنوان فضفاض لتركيع أكبر منظمة، أكبر قوة اجتماعية منظمة. يعني شوف، إذا كان أنا أهيئ لنفسي كل أسباب التركيع، يعني أنا متخذ وضعية المضروب قبل الضرب. إذا كان أنا ملفاتي فساد وأتهم غيري بالفساد، إذا كان أنا ما حبيش ننظف منظمتي من الداخل، صحيح ما تقوله صحيح، يعني هذه ليست كلها في إطار مقاومة، هذه في إطار محاولة تركيع الاتحاد وجلبه. ولكن شوف، راهو يلزم سي حسين زادة، مش على خاطرنا إحنا مع الثورة نكونوا احنا نبرئوا الخطوات السابقه وين نرجع لك الماضي تقول لي لا هذه نحن الماضي. لا، الحاضر، هذا لا يوجد شيء في الحاضر ليس له علاقه بالماضي باي طريقه كانت، ما ثماش. وقت اللي احنا قلنا علاش خافوا منهم الاتحاد، فبالله اسمح لي سي حسين، لا الاتحاد يعمل الاضرابات مو هكا ولا؟ نعم،
مو يعمل اضرابات، مو يوقف البلاد. جات الكورونا وقفت البلاد اكثر شهرين، وقلنا احنا في وقت شده الازمه قلنا راهي كلفه الفساد على الدوله اكبر من كلفه الاضراب، خليه يضرب شهر شهرين والكل، ولكن خليه تتقاعد الماله هذه تستوي الامور، ويتحط العمل النقابي على السكه، ويتحط العمل السياسي على السكه. اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل صحيح ان هنالك فيه محاوله للتركيع، ولكن هو جعل لنفسه التهيئه لكل هذا التركيع، لانه اتحاد فاسد من الداخل، ولانه لم يقف مع القضايا الوطنيه، ولم يقف مع القضايا المصيريه. ما موقفه من الثوره المصريه؟ ما موقفه اليوم؟ كان موقفه مع الثوره المصريه اليوم غزة تتهان بالطريقه هذه؟ اليوم لو ان الثوره المصريه بقيت ديمقراطيه وبقي رئيس ديمقراطي، خلينا من موسى، نعم، هل يمكن كان يمكن اليوم للصهاينه ان يعبثوا باخواننا الفلسطينيين باهلنا في غزه اليوم ويجعلوهم معناها كالعصف الماكول؟ هل يمكن هذا؟ بل هم ذهبوا، هذه القياده النقبيه ذهبت الى ميدان التحرير، والصور موجوده، تحتفي بالسيسي، والان هو مرشح القوميين ومرشح اليساريين، ولم يروا في انقلابه الا ازاحه خصم سياسي الذي هو الطرف الاسلامي فقط، لم يروا في ذلك البعد. هذا الدليل على ضعفهم السياسي، عمرهم كامل في السياسه، ولكن هذا العماء الايديولوجي الذي يعيشونه، وهذا من ناحيه في العلاقه مع الخصوم السياسيه، والطمع في الدوله، العماء مع الخصوم السياسيين والطمع في الدوله والتعامل معها على انها هذه دوله المراطع والمراضع التي يجب ان ننهبها تحت مغطيات، تحت غطاء نقابي، هو الذي اوصل السلطه ان تركع هذا الاتحاد. في الاصل لا احد يركع، نعم، آخر النقابات في اوروبا، نقابه الشركه الرابعه ما تتفاوضش كما نقابه الشركه الخاسره، ولذلك اليوم رئيس الدوله واليوم يتحدثوا له للتفويت، اليوم شعارات الاتحاد العام التونسي للشغل، شوفوا وصلوا البلاد، وصلوا البلاد انه شعارات الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم تسطو عليها السلطه. اليوم من يرفع شعار عدم التفويت؟ ترفعه السلطه وليس ترفعه النقابات، ما عاد عنده في السوق ما يذوق، لانه جعل معركته فقط، ربط مصيره بغيره ولم يرتبطه بقدراته، ولم يجعله بهذا العامل الضعيف المتضاعف الذي لو اقسم على الله لا أبره. ما ربطوش بالخدام، خدام الحزام، وقال له تخدم على روحه، كنت انت رئيس شركه كي تبرك البريك، نعم، تبري معه الدوله ما تنجم تعطيك حتى شيء من بعده، ولا الشركه. شبيه عقليه الياباني اليوم، الشركه العامل في اليابان يعطي حياته للشركه، لان هنالك ثقافه العمل. ما هذه النتيجه؟ النتيجه هي هذه، هذا هو التلوث الذي وقع، والنتيجة أنك البلاد لم تعد تنتج. ما معنى أن البلاد لم تعد تنتج؟ اقتصاديا بلد لم يعد ينتج يعني يتحول إلى سوق، وفي أفضل الأحوال إلى وجهة سياحية رديئة، نعم، كما هو الحال في تونس. ولذلك اليوم صحيح ثم الناس تحب تستعمل الفصل 20، تحب جماعة صفاقس اليوم يعتبرون أن وجود الصراع الرئيس قيس سعيد مع الاتحاد العام التونسي للشغل فرصة لتفعيلية، لأنهم رافضين الفصل 20 اللي تعمل في صفاقس، وأن هذا المؤتمر غير قانوني، ويمكن أن تذهب السلطة في ذلك في أنها تقوض هذه القيادة النقابية من الداخل، لأنها ولكنها الآن هي تاكل وتقيس، كل واحد يقيس في حدود قدرة الآخر، ولكن الاتحاد اليوم في حالة استخفاء حقيقية، والصورة التي وصل فيها التبوبي لأنه لم يعتصم بالثورة، ولأنه لم يعتصم بالشعب، ولأنه كان اتحادا طائفيا في الحقيقة، لأنك أنت وقت اللي تقول أنت تبدأ عندك مدخل 2510,000 و20,000 و30,000 بين عهد بن علي وبين عهد الثورة بشهادات مزورة وبالمحاباة وبالرشوة وبالمحسوبية، ثم تتحدث عن الشرفاء الذين رجعوا من بعد الثورة بطريقة قانونية، اختطفهم البوليس من بيوتهم. احنا ما قريناش باش نولي انا باش نمشي الحبس، وما قريناش الاخر باش يدمر، وما قريناش الاخر باش يولي مهندس باش يولي ذا. احنا لما ناس صرفت عليها والداها باش تقرا، ولكن وجدت نفسها في السجون. يعني هذا اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل ويتحدث، وعندما يتحدث وعن البلاد دائما يمرر ان جماعه العفو التشريعي العام هم الذين اثقلوا كاهل البلاد بهذه، ومرروا هذا السم، ومرر الدوده في الثمر للشعب التونسي الذي ابتلع الطعم. ولذلك اليوم وصلنا الى حاله الياس من السياسه، وحاله الياس من، نعم، النقابه، وهذا كله بسبب هذه النقابه وسبب السياسيين الذين جعلوا لها اليد الطولة على الدولة وعلى المجتمع. أنا متعاش أنا لبلادي بركة الاتحاد، وبعد نلبسها الآن القضية.
اللي شد الحبس يعرف وين كل سبين الهزة معايا يا تنزبد معايا خلي انت كنت ما كنت تتحمل الحكومات المتعاقبة التي وصلته البلاد الأمر تتحمله الحكومات المتعاقبة التي فشلت في إدارة الدولة. هو على التذكير سيد سليم وهذا ذكره عبيد البريكي سابقا أعتقد قرابة 60,000 و70,000 اللي أمضى عليهم الباجي قائد سبسي قبل تسليم العهدة لحماد الجبالي في 2011 أغلبيتهم المناولة. أنت تقول إن المناولة هذاكم كانت سبيل للمحسوبية والاتحاد الشغل في التشغيل؟ اسمعتك السماح العفو التشريع العام حكى عنه سابقا عبيد بريكي نفسه وقت شد وزير وظيفة عمومية ومعتمد لوظيفة عمومية قال هم وشهداء الثورة ما يفوتوش 8,000 مع بعضهم مع بعضهم لكن النسبة الكبيرة من التوانسة اللي دافع عليهم اتحادهم عمال المناولة أغلبيتهم أمضى عليهم الباجي خالد سيبسي رئيس الحكومة قبل تسليم العهدة لحماد جبالي. صحيح نعم هذه الصورة هذه الصورة التاريخية التي فيها الحكومة المستقيلة للباجي قائد السبسي قبل تولي قبل بعد المجلس التأسيسي الفترة اللي شد فيها الباجي قائد السبسي رئيس وزراء أمضت على مجموعة من الأوامر أو المراسيم ما نفهمش في اللغة القانونية لحكومة مستقيلة وورطت البلاد في زيادات الدولة لا تقدر عليها والحكومة التي جاءت كلها رحلتها إلى حكومة ترويكا وحكومة ترويكا هذه لم توضح شيئا من ذلك يعني قبلت العملية وقالت سكتت عليه لأنها كانت خطأ فادحا كبيرا أنك توضح الأمور يعني أنا نحب نعطيك تجربة مقارنة نعم يعني عبد الإله تسمع فيه سي حسين نسمعكم جيدا سي سليم نعم عبد الإله بن كيران في المغرب هل تصرف مثل ما تصرفت الترويكا في تونس لم يتصرف مثل ما تصرفت الترويكا نعرف باش تقول لي حتى عبد الإله بن كيران خرج من الحكم صحيح خرج من الحكم ولكن لا أحد يتحدث في المغرب على أنه عبد الإله بن كيران ملوث خرج بعدما وضح كل الأمور ولذلك اليوم سمعته لو يترشح اليوم عبد الإله بن كيران في انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية لا يمكن لأحد أن يتحدث عن تلويث سمعته المشكلة أن الترويكا هؤلاء سمحوا بسياستهم بأن يخرجوا ملوثي السمعة هذا هو الفرق في الخروج بين الطرفين أنا كنت عارف أنه ثم انقلاب وكنا نعرف أنه باش يقع انقلاب في تونس وأن هذه التجربة يجب الانقلاب عليها لماذا؟ لأن أتنجو كان تحب نجو للموضوع المصري أتنقل لك أنا علاش يجب الانقلاب نعم أنا جاي الموضوع المصري باش يفجر وهذه صبرت طويلا ولكن أنا عندما أخرج من سباق الحكم لا أسمح لأحد بتلويثي ثم ناس مناضلين 87 حملة 87 وحملة 91 لم يخرجوا فيها ملوثين بعلاقتهم بالنظام خرجوا فيها ضحايا حقيقيين ولذلك وقع انتخابهم بعد الثورة الآن هؤلاء سمحوا لأنفسهم بالصمت عن الباجي قائد السبسي وبالصمت عن ليزانتخيق اللي قاعدة تقع من الاتحاد العام التونسي للشغل ولا الاتحاد هو ولا يحكي بلغة أنا ما نسمحش شكون يهلك تونس أنا ما نسمحش شكون يدمر سمعة تونس هو اللي يهلك الدنيا ولا والمتهم ولا هو اللي سلك فيها ولا هو أكبر قوة في البلاد ولا أحد يتساءل يوما أكبر قوة في البلاد ضد من ولكنه وجعل نفسه أكبر قوة في البلاد ضد التغيير الحقيقي كان الاتحاد العام التونسي للشغل في عهد بن علي كان يهبط المحكمة أعطيني النقابة يهبط المحكمة في عهد بن علي أعطيني ما ثم حتى نقابة يهبط المحكمة ما يهبطوش المحكمة واليوم اتحاد الشغل تعود له أيام بن علي تقول سعيد استطاع أن يلجم هذه النقابة في عند حدها؟ ما سمعتك سمعني؟ معذرة سعيد الآن سلطة سعيد تعيد اتحاد الشغل إلى مربع بن علي؟ هي تعيده إلى أكثر من مربع بن علي هي تعيده إلى أكثر من مربع لأنه بن علي يعني على الأقل ما يعني أكا اتفاقية بيناتنا واضحة أنتم هكم في الدولة تدبروا في رؤوسكم ولكن أنا هاني نحكم لكن هو الآن مهدد بملفات حقيقية مهدد بالمحاكمة السياسية القانونية الدولة أنا أؤكد لك ما نحبش نسمي وما عنديش الحق بس نسمي لا قانوني ولا غير أنا أؤكد لك وأعرف ملفات حقيقية الاتحاد فيها وكان أي قاضي نزيه يجب أن يحكم عليه بالسجن يعني هذه
قانون هذه الثراء غير المزروع هذا ثابت على قيادات أساسية في الاتحاد، قيادات جهوية وقيادات مركزية، ولذلك هو الاتحاد اليوم هو مخبي راسه كيفاش نعدي هالفترة هذه وكيفاش نعمل وكيفاش نحافظ ما نخسرش كل الشرف هذا لا يراق هذه على الأرض الأساسية. هذه هي المشكلة في ذلك. يعني سما بالكدا كان يرجع العهد بن علي، ولكن هو في وضعية أسوأ منها. نعم. خبر آخر إذا أمكن، إذا كنت تريد التعليق عليها سي سليم، نقرا الإذاعة الوطنية تسعيرة الحج الموسم 24 تناهز 20,000 دينار، أما الأمانة نقصهم شوي 19,970,000، 30 دينار أعتقد ربما حق كارت تليكوم ولا مش عارف مشغل. هل تريد التعليق على هذا الثمن المشت سيد سليم وربما ما يحصل للمعتمرين والحجاج ابتزاز يعني كبير في الأسعار؟ تعرف علاش فلوس الحج ولات 20 مليون ولا فلوس الحج ولات 20 مليون على خاطر فلوس تاع السعوديه هزها ترامب. كي جا هز زوجته ولا بنته معاه، هز زوجته في بالي هزها معاه للسعوديه. اعتقد ما عنديش 180 مليار دولار. السعوديه ما عندهاش فلوس باش تعاون المسلمين اللي مش قادرين على انهم يحجوا. اول شيء هي محدده الكوتا للكبار، يعني ماذا بها اللي يحجوا ساعة كبار في السن، ملي عنده سكر والدم وانت طالع معناها تقريبا باش يولي شرط هذايا من شروط الحج. ما عندهاش فلوس للمسلمين الفقراء، في حين انه تونس هذه عليك ان تعرف، على الاخوه ان يعرفوا ان تونس عندها اوقاف مكه، تم اوقاف للحجيج واوقاف كانت موجوده، كانت هذه تتعمل اوقاف مكه المدينه كانت موجوده في تونس. وتونس هو ثم هنالك كتاب يتحدث عن اوقاف الحرمين الشريفين بالبلاد التونسيه. نعم. يعني التونسيين كانت لهم اوقاف لصالح الحرمين الشريفين. اليوم السعوديه تتفرج على هؤلاء الفقراء، لا تستطيع ان تعينهم، ما تنجمش تعاون المسلمين. هي تنجم تعاون الصهاينه، هي تنجم تشد جبل احد تقسمه في اثنين مقامات الصحابه وتدخل عليه بالتراكس، قال لك شنو التوسعه، وهو لمحو الاثار الاسلاميه ومحو التاريخ الاسلامي بعد ما محوها بهذه الساعه التي علت على كل الكعبه، في حين ان القانون في المدن الاوروبيه المدينه اللي فيها كنيسه لا يعلو البناء على الكنيسه، ولكن ما هيش لاهي بالموضوع هذا لان الدول رهانات، ثم ديزونجيو بوليتيك تدخل فيها الدول من الرهانات مصالح على شيء او يريد احباطه او التنقيص منه. ولذلك الدوله التونسيه اذا كان ما قدرتش، هي في حاله المديونيه كانت 43 و40%، هي ماهيش باش تقدر عليها في الحاله انه اليوم المديونيه التونسيه وصلت 80% وتقريبا، يعني كل واحد طوي نادي على صلاح بيده. نعم. وذراعك يعلي في اللي عنده واللي ما عندوش. وانا هذا الامر لا يثيرني كثيرا، يعني لكن فقط سؤال سي سليم، فقط اسمح لي. نعم. دائما حسب المرجع الاذاعه الوطنيه نشوفه لهنا، هل 19 مليون 970 20 مليون فقط عباره يشري واحد في الطماطم ولا في البصل حشاكم تعود يعمل 19 100، يعمل 1899 فيهم 3570 تذكره السفر المحدد من شركه الخطوط التونسيه. انت سافرت من تونس العراق اعتقد، هل تسمعني تسليم؟ كيفاش انت سافرت ابعد من العربيه السعوديه من تونس؟ تذكره الطائره تفوت 300 و500. شوف يعني انهارين انا كلموني مجموعه من الناس، شركه اليوم هزتهم من العمره وبهذلت بحالهم باللغه التونسيه، يعني تجاره ولت هذه العمليه. وهذه هي يعني شوف راهي الدوله يعني التونسي اليوم دخل في مقارنات على الفيسبوك بين حج اليهودي للغريبه. نعم. وبين حج التونسي للسعوديه، يقول لك هاو حج اليهودي للغريبه كم يتكلف اليوم. ثم ساعه ساكن في تونس ب 80 و 120 اورو تجي لتونس اسبوع، تذكره الطائره والاقامه غرفه دوبل اثنين، تضرب البريك التونسي وتروح في غرفه فيها خمسه من الناس. تعرفش علاش هذا؟ لانه الدولة التونسية لا تملك الشخصية لمناقشة السعودية.
ولا تملك الشخصيه لمناقشه فرنسا. هذه ليست اهانه مع الحجيج التونسي فقط، برا شوف الناس اللي تدفع قدام السفارات، يدفع 400 و500 دينار تونسيه، وحتى السفاره ما تجاوبوش مقبول ولا ماكش مقبول. على التاشيرات نعم. هذه الامر من مشمولات الدوله ومن رهانات الدوله التي يجب ان تضعها في اولوياتها. اليوم السعوديه حاله هذه عدم الانتاج والاستخدام والضعف الداخلي هو الذي يجعلنا عديمي الشخصيه امام العربي امام الاجنبي امام الغربي. يعني وزاره الشؤون الدينيه شنو يسوق في الموضوع هذا؟ تقريبا دائما اللقاءات كلاسيكيه ونظمنا الحج وهزينا وجبنا والكل كليشيات. يعني الفيديو اللي تعمل عملناه على الحج انا مستعد نجيبه طو في القنوات الوطنيه، فيديو عام 2005 نجيبه هو نفسه على الوطنيه ونركبه على اخبار الحج نعم. تحسير بنفس المواصفات، ناس يدقونهم في زرارخ وناس واقفين والاخرى حابه تشوف بيتربي والاخرى ما نعرف شنو، ودار لقمان على حاله. والمشاكل الحقيقيه للحجاج غير مطروحه. ننتقل سريعا، جنوب افريقيا تقدم طلبا عاجلا اليوم 13 فبراير للعهد الدولي بخصوص هجوم الاحتلال على رفح. تعرف ما يعانيه قرابه 1.5 مليون فلسطيني غزاوي على حدود رفح، وكما قال بعضهم هذا جدار رفح يفصل الحريه عن العبوديه، يفصل العرب عن الاعراب، صمت على الانتهاكات. والنظام العربي كتب باسل رفاعي يقول لن يتحرك النظام العربي ابدا لغوث غزه حتى لو القت اسرائيل قنابل نوويه على 1.5 مليون نازح في رفح. لابد للعرب او لعربي بين ظفرين السلام المنشود من عدو، والكيان الصهيوني ليس عدوا لهم، المقاومه الفلسطينيه هي العدو الاول والحقيقي لوجودهم ومصيرهم ومشاريعهم في المنطقه. وكلما ضعفتها إسرائيل عسكريا وشعبيا كان ذلك خبرا سعيدا لأنظمة تتفرج على إبادة غير مسبوقة وتكذب على شعوبها وتمنع عنهم الحرية والكلام والأمل. مع فاصل أنا أعتبر ما يحصل على الأقل في اليمن الناس يتكلموا ويقاتلوا. لك الكلمة سيسليم في متبقى قرابة 8 دقائق 7 دقائق في هذا الموضوع. يعني تفصل. يعني شوف الذي يقع الآن في فلسطين، شوف أنا ككل الناس، يعني الناس يعني في حالة وضعية نفسية، أؤكد لك أنا التونسي بصدق، أنا الشعب التونسي هذا معناها لا يمكنه أن ينسى إخوانه، ولكن هنالك تضليل وهنالك تعمية، وأنا ساعة ساعة نقول الله منه بعد التدمير اللي نشوفه فيه هذا الإعلامي والمنهجي، كيفاش الشعب هذا التونسي مازال يتفكر أنه ثم فلسطين ومازال يتفكر أنه ثم قبلة من أصل اتلفت لها. يعني ولكن شوف الذي يقع الآن، اليوم شفت فيديو متاع واحد فلسطيني يقول أنا لا أبكي خوفا من القصف، ها القصف وراي والصورة فيها قصف، أنا أبكي بسبب هذا الخذلان العربي، هذا الخذلان هو الذي جعلني أبكي، لأني وظلم ذوي القربة أشد مضارة على المرء من وقع الحسام المهندي، هذا هو الذي يؤذي. ولم أرى في الناس عيبا مثل عجز القادرين على التمام. هل يمكن لهذه البلاد العربية أن توقف هذا العدوان؟ بإمكانها أن توقفه في أقرب وقت، مجرد التهديد أو التلويح أو اتفاقات السلام الممضاة بين الدول الأساسية التي وقعت يمكن أن توقف التهديد. اسمح لي أخ حسين حتى أسترسل قليلا في هذا الموضوع، يعني الشعارات التي ترفع حول حقيقة الشعب الفلسطيني لا يرفعها العرب، يرفعها الغربيون. يعني الترجمة يعني اللافتة في بريطانيا فيها لا يمكنه ولا يمكنكم هزم شعب يعلم أن الموت ليست نهاية، شعارات في الغرب لا يمكنكم هزم هذا الشعب. اليوم النخبة الغربية الأكاديمية تنتفض ومسيرات مليونية في الغرب بسبب هذا الديمقراطية. السؤال الذي نطرحه على النخبة والذي نطرحه كيف وصلنا إلى هذه الطريقة، لو اليوم السؤال هل أن إسرائيل كانت قادرة على هذا العبث لو بقيت الثورة المصرية حية، لو بقي الرئيس مرسي في الحكم، هذا لا يمكن أن يقع. شرط وجود السيسي وشرط بقائه وسبب الأول لمجيئه هو الجوار الإسرائيلي، والشرط للحفاظ على بشار هو الجوار الإسرائيلي، لأن رئيس مرسي وعندما وقع الانقلاب عليه قال كلمة مشهورة لن وكشف، حتى لو لم يكشف أوراقه كان سيقع في الانقلاب،
ولكن المشكلة في الموافقة على هذا الكلام. يعني كان سيقف سدا، كانت إسرائيل ستفكر ألف مرة ومرة قبل أن تفعل شيئا كحماس في هذه القضية، لا يمكنها أن تفعل بذلك. كانت ستكون هنالك تقوية للمعارضة السورية، وبالتالي الآن إسرائيل ستصير بين فكي كماشة، على الأقل لا تستطيع التدمير، يمكنها البقاء ولكن لا صح. ولذلك هي عندما وقعت قامت بهذه الانقلابات تعرف أنها ملكت الكثيرين وأنها عبتت الساحة بهذا التطبيع. والكثير من التحاليل تتحلل عن مصر، أما مصر أنت شنو طالب منه أنت السيسي؟ السيسي الناس يحسبوه عربي دارت به إسرائيل، تراه صهيوني، سيسي راه صهيوني مخترق الجيش المصري، وتقارير تتحدث عن أصوله اليهودية. وليمان يعني تتصور أنت دولة جوار باش تخلي الدولة، شوف راه محمد حسنين هيكل، محمد حسنين هيكل، ويسمعوا فيه تو القوميين والنصيرين وانصار عبد الناصر، محمد حسنين هيكل يقول لم تستطع السلطة المصرية أن تخترق الجوسسة المصرية أن تخترق إسرائيل. وكل ما ترونه هذا، وغضبوا عليهم النخبة غضب عليه، كل ما ترونه من رأفة الهجان، قالت مرأة فرحة الهجان، الكل هذوما الكلهم هذوما الكل هو من صناعة الدراما. ولذلك إسرائيل هي التي اخترقت الكيان العربي وليس الكيان العربي الذي اخترق إسرائيل. المشكلة الأساسية التي تعقدت ماذا بالنسبة إلى الغرب؟ ماذا تعقدت؟ لأنه أولا الحضارة الغربية، الحضارة الغربية، الكثير تحدث على أن إسرائيل هي رأس الحربة في المشروع الغربي الاستعماري، ولكن الحضارة الغربية بنيت في ذهنيتها بأن ارتقاء الحضارة الإسلامية دائما سنو لانحدار الحضارة الغربية. هذا تصريح رئيس وزراء اسكتلندا سيسليم، حتى تكمل على بريطانيا، رئيس وزراء اسكتلندا يقول على بريطانيا أن تشعر بالخزي تجاه مجازر غزة. تصريح جديد اليوم هذا. أي خليني كمل، يعني شوف هذا يندرج في إطار أنه حتى الحركات الإسلامية، حتى الحركات المعارضة قادرة، التجارب المحافظة والتجارب الديمقراطية للتيار الإسلامي قادرة أن تنجح في البلاد الغربية وليست قادرة. نحن النموذج الفرنسي اللي هو استثناء غربي في مشاحنة الدين، قادرة على الحرية والحركة في المجال الغربي أكثر من الفضاء العربي الإسلامي الذي هو الأصل. وشوف التناقض بين الأمة وإسرائيل هو تناقض غير قابل للحسم، إما حاجتين، إما نهضة عربية وسدد وأرض فلسطينية، وإما عربة صهيونية واضحة. أعطيني الزعيم العربي الذي خاطب إسرائيل بالمنطق الذي خاطبه به إسماعيل هنية، إسماعيل هنية قال قولا واحدا أخرجوا من أرضنا. شوف هنا الغرب كيفاش تقص عليه الدكتور حسين لو تفضل، شوف الغرب هنا كيفاش يفكر. الغرب يقول أن المازق الحقيقي للقضية الفلسطينية في أسلمتها، هي مش الأسلمة، هي عودتها إلى الأصل. علاش؟ لأن يقول هذا الأصل في وجود الحركة الإسلامية. أو باش نقول لك علاش هم يحاربوا الحركات الإسلامية، الحركات الإسلامية لأنها في عمقها لا تساوم في القضايا، لأنه كل ثقافة تمتلك الزوايا الحادة، ومن الزوايا الحادة في الثقافة الإسلامية هي القضية الفلسطينية لأنها ركن ديني. شوف أنا عندي، أنا نحب نقول للناس اللي يعتبروا في ثلاثة دقائق سيد سليم، نعم ثلاث دقائق ونختم، نعم أي مساج خليني نكمل لك هذا، ما تحبش مساج؟ لا لا نستفيد، ولكن فقط ثلاث دقائق ونختم الحلقة. أي لا خليني أنا خليني خليت لي أنت شوية وقت، أهم نقطة أنا نحب نوضح. العفو سي حسين، مرحبا. جوهر الصراع، جوهر الصراع، يعني مانيش اذا كان انا باش نتكلم بطبيعه الحال اللي باش يسمعوا فيا باش يقولوا هذايا محسوب على التيار المحافظ، طبعا سيدافع عن التيار المحافظ، ولذلك انا دائما انأى عن الاستشهاد باراء التيار المحافظ بل بالاستشهاد باراء خصومي. اي سيدي انا باش نوري اليوم للساده المشاهدين وثيقه، ما عرفش اهو المقال، المقال هذايا عنوانه الربيع العربي وأزمته تحدي لإسرائيل، الربيع العربي وأزمته تحدي لإسرائيل، هو في صحيفة هايرتس، في صحيفة إسرائيل اليوم، في بتاريخ 3/7/2012، أول الربيع العربي. نعم. يتحدث يقول صاحبه بوضوح أن مجيء التيار الإسلامي إلى الحكم
وحتى ان ترشحوا في الانتخابات المصريه، هذا ما الذي يجعل؟ هذا سيبين انه سيعيد القضيه، لانه هذا التيار يؤمن بالصراع، قضيه هي صراع ديني عميق مع الاسلام، مع المسيحيه، مع اليهوديه، بينما القوى العلمانيه ومن بينها حركه فتح لا تراه الا تباينا في المصالح القوميه. لا تباينا الا في المصالح القوميه، يعني هو بالنسبه اليها صراع ليس في العمق. ولذلك الفلسطيني اليوم لا يكفي انه صراع على الارض فقط، ولكنه صراع في العمق الحضاري، ولذلك هم يعتبرون ان الامر تعقد بوجود حركه حماس، ولذلك المهمه الاساسيه هي ضرب هذه الحركه وضرب كل الثقافه التي يمكن ان تنتج هذا الجيل المقاوم غير المساوم. ولذلك الرهان اليوم هو الرهان على لماذا تم الرهان على شعار منظمه التحرير الفلسطينيه؟ ولماذا قالوا اول شيء سعملون قالوا القضيه هي كانت ما قضيه عرب المسلمين 48 تداعوا اليها من نعم. بعدين اسم القضيه الفلسطينيه اكهو بعد ولت منظمه التحرير الفلسطينيه هي الممثل الشرعي والوحيد لفلسطين. علاش؟ لانها ستكون الممثل الوحيد والمخول الوحيد لبيع القضيه، وعباس هو من منظمه التحرير الفلسطينيه، ولذلك هم التفاوض اليوم في غزه على من سيقود، كيف ننشئ قياده يمكن ان تساوم وليس ان تقاوم وتبتعد عن جوهر الصراع الحضاري. ولذلك الذين راوا في الانقلاب على مصر، انقلاب على الرئيس محمد مرسي، بانه انقلاب كما قالوا هم اخوان الدوله في عام اخوان الدوله، يعني بلاد فيها 90 مليون في ساعه اخونت وفي نعم. ساعه معناها راوا فيه قصور سياسيه كما في تونس. الحركه النسويه في تونس يعني شويه النساء الديمقراطيات شنو كيفاش نظروا الانقلاب في تونس؟ قال لك هذه فرصه للتناصح. سمعتهم انا في الاذاعه يومين راه، واحنا ماذا بينا الفرصه هذه وفرصه تصحيح المسار هذه ونعتبروها فرصه للتناصح وباش نتناصحوا الحكومه مناصفه، وحكومه الرئيس قيس سعيد مناصفه بين الرجال والنساء. هذا شنو راهو من الانقلاب؟ راهو منه كان الجانب هذا. اقتصار النظر للشورت سايتد، هذوما الناس اللي ينظروا بطريقه ليس لهم تفكير استراتيجي، لم ينظروا انقلاب على في مصر على نعم. الرئيس الديمقراطي الا تصفيه لخصمهم السياسي، وهنا وقعت الكارثه. يعني لا يكفيهم ما تسببوا فيه سنه 1967، غزه هذه ما كانتش محتله بل 67. السؤال الذي اساله وساختم به لن اضيف اي كلمه، ماذا لو سنه 1967 كانت القياده الاسلاميه هي التي تقود الجيش؟ كيف سيكون موقف اليوم النخب العلمانيه؟ هذه سموها نكسه، والان مجرد عام فقط من الحكم تحت القصف الحقيقي سموه هذه النكبه الحقيقيه وسموا ما بعدها عشريه سوداء. هذا ما ساختم به، ولكن ما يمكن قوله ان هذه فلسطين ستبقى دوما على العهد والدين. ليست مشكلتها في الرجال، ولكن مشكلتها في هذا الخذلان العربي الدائم. شكرا جزيلا السيد سليم الحكيم الكاتب الصحفي من تونس. في الحقيقه كلامكم حديث ذو شجون مع السيد سليم وابحار في القضيه الفلسطينيه. يبقى دائما منبر مفتوحا للراي وراء الاخر ان شاء الله ولجميع الافكار من كل التيارات. مرحبا بكم مشاهدينا، غدا ان شاء الله يكون معنا باذن الله ان شاء الله الاستاذ بشر الشابي، نفصل قضيه التآمر على امن الدوله، يعني ليس تناول في عمقها، ولكن نعرف ان قضيه التآمر العسكريه وقعت فيها تطورات حتى نبحثها، وعوده مره اخرى ربما على بعض الجزئيات على فيما يسمى قضيه التآمر على امن الدوله وقضيه اغتيال شكري بالعيد وكذلك الندوه الصحفيه لبشير العكرمي اللي التأمت يوم الاثنين. جزيل الشكر، نتواصل ان شاء الله غدا بدايه الساعه 8:30 مساء بتوقيت تونس مره اخرى. جزيل الشكر سيد سليم حكيمي الكاتب الصحفي من تونس، في امان الله.